ماذا أرى؟ عمالقة؟ يريدون أن يكلموني. وانطلق دون كيشوت ضد طواحين الهواء. لا تخافي يا أميرة، سوف أخلصك من هؤلاء الأشرار، ثقي بالفارس. وقام الفارس ذو الوجه الحزين بوخز فرسه. لو حدث ولم يحالفني الحظ وتغلب علي هؤلاء الأشرار. لا تبكي يا أميرة، سأكون سعيدا لو ضحيت بحياتي من أجل إنقاذك. في نظر دون كيشوت كانت الراعية تبدو وكأنها أميرة خرافية، وطواحين الهواء كلهب جاء من جهنم. هاجم هاجم. وانطلق الفارس دون كيشوت بشجاعة لمهاجمة العمالقة الأشرار. من أجل الأميرة؟ سأقضي على هؤلاء الأشرار. ها أنا يا أشرار. ما هذا؟ من أنت يا سيدي؟ أنا الفارس دون كيشوت. أنت محتال، أنا الفارس دون كيشوت. وهكذا قام الفارس دون كيشوت بمهاجمة الأشرار من أجل إنقاذ أميرته. سأنتصر. أنا سأنتصر. لا. هذا يكفي لهذا اليوم يا أولادي. لا، البقية. وماذا جرى أستاذ؟ سأقرأ البقية غدا. الآن حاولوا أن تعرفوا من الذي سينتصر، دون كيشوت أم العمالقة. النصر لدون كيشوت لأنه يشبهني كثيرا. أنت تعرف أن العمالقة كبار جدا يا دينكي. يجب أن ينتصر وإلا سينتهي. إنه إن لم يقم بحماية الأميرة سيكون قد أخل بوعده. لا تقلقي، سأحميك طوال حياتي أيتها الأميرة. هل أنت موافقة كراميلا؟ أي لحظة، أنا الذي سيحمي كراميلا. أنا لا تخافي أبدا يا أميرة، الشخص الذي سيحميك ويخلصك من الأشرار. كيشوت هو أنا. توقف عن الكلام، القتال ضد الأشرار عمل لا يناسبك، لذلك ابتعد عن هذا الأمر يا كاليميرو، ابتعد. يا أميرة، يوجد شخص لتخليصك من الأشرار. نعم، وهذا الشخص أنا، كاليميرو يا أميرة. أسكت كاليميرو، سيكون أنا. سيكون كاليميرو. ألا تريد أن تغير موقفك أبداً؟ لا، وأنت؟ هناك حل واحد. ما هو؟ ماذا تنوي أن تفعل؟ يجب أن نتبارز معاً. نتبارز؟ هل ترى؟ أنت لا تعرف المبارزة، أنت لست قادراً على الفروسية. موافق، سنتبارز. مساء اليوم، الساعة التاسعة. سنستخدم المناقير. المبارزة تحت الأرز عند النهر. أين كاليميرو؟ لقد تأخر. إنه يشعر بالخوف ولن يجرؤ على الظهور. ماذا يجري؟ دينكي، ماذا جرى لك؟ شعرت بالخوف. إنها الريح فقط، أنت تتكلم كثيرا، ولكن في الحقيقة أنت تخاف مثل كاليميرو. كراميلا، سئمت أكاذيبكما، سأعود إلى البيت. انتظري، لكن كراميلا. كراميلا، قلبي تمر من فوق الجدران. كراميلا، كراميلا، انتظري. دون كاليميرو بتصرفك. أنت كاليميرو؟ أرجوك سامحني، لقد تأخرت قليلا. هل سنتبارز؟ لا، لقد تأخرت، مستحيل، وغادر الشاهد قبل قليل. كراميلا ليست هنا؟ يكفي أن نكون اثنين لنتبارز. هل ترتعد من الخوف دينكي؟ ماذا؟ لا أخاف من شيء. موافق، لنتبارز الآن، سترى يا غبي. هيا، من أجل الأميرة كراميلا.
هيا بنا. ستدفع الثمن. ستدفع الثمن. أجل. هجوم. انتظر. انتظر دينكي. انتظر. هل تعترف بالهزيمة؟ لا لا أبدا، ولكن انظر إلى هناك. انظر. ماذا؟ يوجد مجرى للماء في الجدار. هذا مرعب، إنه يزداد. ماذا سوف نفعل يا كاليميرو؟ كل ما يمكن عمله هو إغلاق الفتحة. انتبه كاليميرو. دينكي اذهب واطلب النجدة، سأحاول أنا أن أوقف الماء. حسنا سأذهب. لا لن أذهب، سأبقى هنا. ولماذا ذلك؟ لأنني لو ذهبت ستظفر أنت بكل الفخر والشهرة. نعم. يجب أن لا نفكر في ذلك الآن. أسرع اذهب واطلب النجدة. قلت لك لن أذهب. اذهب أنت. إن أردت أنا سأغلق الفتحة، هذا أسهل بكثير من الجري لطلب النجدة. نعم. هناك فتحة أخرى، لا تقلق، سأقوم بإغلاقها. انتهى الأمر. ومن سيذهب للنجدة؟ يجب أن يقرر أحدنا الذهاب، لن نستمر طويلا. شيء مرعب، لا أحد منا يستطيع الذهاب. اندفاع الماء أقوى مني. الفتحة تتوسع وسينهار الجدار الاستنادي. النجدة، لا أستطيع الصمود. وأنا أيضا النجدة. دينكي. بعد قليل ستمر المياه من فوق الجدار. لقد ارتخت برأي النجدة. النجدة. لا تصرخ، لا تصرخ هكذا دينكي، لأنك بذلك ستجعلني أشعر بالخوف. ماما. دينكي دينكي. ماذا تريد كاليميرا؟ ها هي مبارزتنا، يجب أن نصمد لكي نتمكن من إنقاذ كراميلا. نعم معك حق. سيخسر من يترك أولا. سنحجز المياه لكي ننقذ أميرتنا. أنا الفارس دون كاليميرو. أنا الفارس دون دينكي. يا شقي يا أشرار، لا تقتربوا من الأميرة كراميلا. ازداد المطر غزارة. عزيزتي هل رأيت كاليميرو؟ لا لا أرى شيئا. يا ترى أين هو؟ كاليميرو. لماذا لم يعد كاليميرو حتى الآن؟ دينكي وكاليميرو يتبارزان. نعم، قررا المبارزة تحت شجرة الأرز بجانب النهر. يا إلهي، هل جنة؟ كاليميرو. كاليميرو. إنهما يسندان الجدار بجانب بعضهما البعض. إنهما يفعلان ذلك لكي يمنعا تدفق المياه. لو لم يكن دينكي وكاليميرو في ذلك المكان لحصلت كارثة حقيقية. يجب أن لا نوبخهما، أعتقد أننا مدينون لهما كثيرا. انتهى الأمر كاليميرو، الآن ستعود إلى البيت. هيا. والمبارزة. لا أستطيع العودة الآن، يجب أن نحمي الأميرة. كاليميرو أنا لست في خطر، لقد فزت أنت وخسر الأشرار وتم إنقاذي. شكرا. لقد فزت. انظروا إليه نام من شدة الفرح. يجب أن أتغلب على الأشرار، يجب. لقد تغلبت على الأشرار دينكي. أتساءل لماذا كان يريدان المبارزة معا؟ الأمر
بسيط لأنهما أفضل صديقين لي في هذه الدنيا. كاليميرو ودينكي وأنا.